السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عندنا لقطة عايزين نجهزها لموضوع الريندر. فبداية بنبدأ نشوف الماتيريال اللي موجودة. انت عايز تحط ماتيريال معينة بالشكل دوت. طيب وبعد كده لو انت عايز تحط بقى اي فرنتشر، فبتيجي من اللايبراري وتبدأ تختار بقى الفرنتشر اللي انت عايزها. محتاجة ان انت تعملها سكيل، فهاجي هنا اقول لها السكيل ده مثلا 200، عايز تعمل لها مثلا روتيت، فبتبدأ تعمل لها روتيت بالشكل دوت. عايز تعمل لها مثلا موف، فبتعمل موف لفوق الأول. بالشكل دوت. طيب عايزين بقى نبدأ نجهز الباك جراوند. طيب خلينا كده، لو سحبت الباك جراوند ديت وحطيتها هنا ولا حاجه. طيب ليه؟ لان انا لازم اجي رندر واقول له ريال تايم او ادوس F4، فبيبدا يظهر معايا بالشكل دوت. هو بيبدا يعمل لك الرندر للاداه اللي انت عايزها. طيب ممكن بعد كده تقول له باك جراوند سفير بالشكل دوت، وتبدا تسحب بقى الاعدادات جاهزه. بيقول لك اعمل لها داونلود. لاحظ السهم اختفى، اللي هو ان هي رسمها ماشي. ده سهل ان تسحب وتبدأ تحطها بالشكل دوت. ممكن تحط بقى شوية إنارة لو انت حابب. ممكن تيجي هنا في ال HDR وتبدأ تسحب الإعدادات اللي انت عايزها. عندك ايه؟ ممكن تضيف الإنارة اللي انت عايزها. ودي الإعدادات الخاصة بالإنارة، أو أي حاجة بتعملها سيلكت. يعني عملت سيلكت أي حاجة هنا هيبدأ يجيب الاختصاص بتاعتها. ممكن إيمج إفكت تبدأ تعلي الإنارة أو شفافية. مديك اعداد كتيرة تقدر تختار الاعداد اللي انت عايزه عشان تطلع صورة زي ما انت عايز. تتحكم في الدلتا والكاما والبرتنس.